الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الأذكار للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. آمين يا كريم. قال المصنف رحمه الله: باب استحباب مكافأة المهدي بالدعاء للمهدى له إذا دعا له عند الهدية. يا سلام يا سلام. روينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة قال: اقسميها. فكانت عائشة إذا رجعت الخادم تقول: ما قالوا؟ تقول الخادم: قالوا بارك الله فيكم. فتقول عائشة: وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا. أرأيتم يا رعاكم الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وهذه قراءة في كتاب الأذكار لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 76 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الحديث من لطائفه ومن فوائده جواز قبول الهدية، وهذا من فوائد أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن فوائده أيضا الصدقة من الهدية. ولذلك يقول الشاعر كما نقل ذلك القرطبي في تفسيره في قول ربنا تبارك وتعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قال: إن لم يكن ورق أجود بها للسائلين فإني ناعم العود، لا يعدم الناس الخير مني إما نوالي وإما حسن مردود. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ومن فوائده أيضا أن عائشة رضي الله عنها وارضاها فقيهة عابدة تقية تريد أن يخلص الأجر كله لها، تريد أن يخلص الأجر كله لها، كما قال ربنا عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم. تفضل. أحسن الله إليك شيخنا. باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية فردها لمعنى شرعي بأن يكون قاضيا أو واليا أو كان فيها شبهة أو كان له عذر غير ذلك. مقصود الترجمة هنا أيها الكرام الفضلاء فيه رد على من قال أن الهدية لا ترد، وفيه رد في الحديث الماضي على من قال أن الهدية لا تهدى ولا تباع. كل هذا من أقوال الناس التي ما عليها دليل، الهدية تهدى والهدية تباع، كما صح ذلك مما مر معنا. والهدية أيضا ترد إذا كان ذلك لمعنى شرعي، وفيها إذا تعارض مستحب مع محرم فإنه يقدم المحرم. إذا تعارض الهدية مستحبة وأهديت لغرض محرم فهنا يقدم المنهي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. ولا سيما إذا كانت هذه الهدية تقدح في صاحبها، مثل أن يكون من أصحاب الولايات الشرعية التي إذا أهديت إليه الهدية كانت غلولا أو كانت رشوة. وهذا من فوائده أن الإسلام يسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة، وإن سماها الناس هدية فهي رشوة، وإن سموها مشروبات روحية فهي خمر، وإن سموها ربحا وبيعا وفوائد فهو قمار وميسر وربا. فمهما اختلفت تسميات الناس تظل التسمية الشرعية هي الأصل والأساس. نعم. أحسن الله إليك شيخنا. روينا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال: لولا أنا محرمون لقبلناه منك. أرأيتم وجه الدلالة من هذا الحديث؟ هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه
يهدي للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حمار وحش، فالنبي رده عليه لماذا بينما قبله من أبي قتادة وكانوا في الحج؟ إنما رده عليه لأن النبي كان محرما، وإن الصعب رضي الله عنه وأرضاه إنما صاده لأجله، ولذلك إذا صيد لأجل المحرم فعليه أن يرده ولا يقبلهم. ولذلك الصعب بن جثامة هو الصعب بن جثامة ابن قيس ابن ربيعة الليثي، وهو جثامة هذا جده والده كان حليفا لقريش، وسبحان الله جثامة هذا تزوج أخت أبي سفيان واسمها فاختة فولدت له الصعب، يعني إذن أبو سفيان يعتبر خاله، أبو سفيان يعتبر خاله، أبو سفيان يعتبر خاله. وكان الصعب يعني ينزل الأبواء وودانا من أرض الحجاز، وله في الصحيحين حديثان، وأيضا روى له أصحاب الكتب الستة اللي هو البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقيل توفي في خلافة أبي بكر الصديق، أو قيل في خلافة عثمان، أو قيل في خلافة عثمان. ولذلك هذا الصحابي الجليل كان محبا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وسبحان الله يقول لك الصعب بن جسام هذا النبي آخى بينه وبين عوف بن مالك، النبي آخى بينه وبين عوف بن مالك، فقال أحدهما للآخر إن مت قبلي تعالي في المنام. شوف قالوا إذا أنت مت قبلي تعالي في المنام، فمات الصعب قبل عوف بن مالك فجاله في المنام، أي رآه فين؟ في الرؤيا. سبحان الله، أي رآه في الرؤيا. فهذا الصعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه، هنا الصعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه لما صاد للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرده له النبي ذلك عليه الصلاة والسلام لكي يوضح له أننا لم نرده عليك إلا أن حرم، وهذا فيه تطيب الخواطر وجبر الخواطر، فيه تطيب الخواطر وجبر الخواطر، وهذا من الدين لكي تبين له حتى لا يكون في نفسه شيء فيحزن لذلك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجبر خواطر الصحابة. وأيضا فيه من الفقه والعلم، فيه من الفقه والعلم، وفيه القاعدة التي تقول البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. وفيه قاعدة مهمة جدا، لا مجاملة في التكاليف الشرعية، لا مجاملة في التكاليف الشرعية، وأنه هنا إذا تعارض مستحب مع منهي عن قدم النهي على الاستحباب، قدم النهي على الاستحباب. وفيه أن حمار الوحش جائز أكله غير الحمار الأهلي، الحمار الوحش الذي يعيش في الصحاري، الذي يعيش في أو يسمى الزيبرا اللي يعيش فين؟ في الصحاري، وليس هو المستأنس الذي يحمل عليه في الدور وفي القرى وفي الدور وفي 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 القرى. فدل أن حمار الوحش وأنه يعد صيدا، وأنه يعد أيضا صيدا. وفيه أن لولا يجوز استعمالها، لولا فإن لو تفتع من الشيطان، هنا لو يجوز استعمالها، ولا حرج فيها إذا كانت لبيان أمر. فقال لولا أن محرمون لقابلنا منك، لولا أن محرمون لقابلنا منك. نعم قلت جثامة بفتح الجيم وتشديد التاء المثلثة. باب ما يقول لمن أزال عنه الأذى. قال باب ولا قال باب ما يقول؟ باب. ممتاز، هي على حسب النسخ، هناك نسخ بالتنوين على الابتداء وفيها خمسة إعرابات، وهناك نسخة بالرفع. نعم تفضل. وقيل في كتاب ابن السني عن سعيد بن المسيب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه تناول من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الله عنك يا أبا أيوب ما تكره.
وفي رواية عن سعيد أن أبا أيوب أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكن بك السوء يا أبا أيوب، لا يكن بك السوء. وروينا فيه عن عبد الله بن بكر الباهلي قال: أخذ عمر رضي الله عنه من لحية رجل أو رأسه شيئا، فقال الرجل: صرف الله عنك السوء. قال عمر رضي الله عنه: صرف الله عنا السوء منذ أسلمنا، ولكن إذا أخذ عنك شيء فقل: أخذت يداك خيرا. نعم، هنا بالنسبة لهذا أيها الكرام الفضلاء، وبالنسبة أن لدعاء المسلم إذا كان بحسب مطلوبه، دعاء المسلم إذا كان بحسب مطلوبه، وفيه أيضا أن الدعاء يكون على قد يكون مناسبا للحالة التي يدعى بها، يكون مناسبا للحالة التي يدعى بها، فيكون مناسبا له، فيكون مناسبا له. وهذا أيضا فيه من فوائده أن حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من فوائده جواز أن يمس الرجل لحية الآخر، أن يمس الرجل لحية الرجل إذا كان فيها ما يسوء، إذا كان فيها ما يسوء، ولا حرج في ذلك إذا علم منه أنه لا يكره ذلك، إذا علم منه أنه لا يكره ذلك. أما إذا علم منه أنه يكره ذلك منه فإنه لا يفعله، إذا علم أنه يكره ذلك منه فإنه لا يفعله، لأن بعض الناس أيها الفضلاء إذا لمست منهم شيئا فإنه ربما يتبرم في ذلك، ربما يتبرم في ذلك. وعليه فإن الإنسان إنما يكون على حسب قدر ما يعرف من صاحبه، إذا كان يحب ذلك الشيء أو إذا كان يكرهه، إذا كان يحب ذلك الشيء أو إذا كان يكرهه. فإذا كان يحب ذلك الشيء ويرضاه منه فلا حرج أن يفعله معهم، وإذا كان لا يحبه ولا يرضاه منه فعليه أن يتوقف على ذلك. وعلى كل حال، فبالنسبة لهذين الحديثين فهما حديثان ضعيفان، أعني حديث أبا أيوب لما أخذ عن رسول الله فقال له: لا يكن بك السوء يا أبا أيوب، فهو حديث ضعيف. وحديث عمر أيضا هو حديث ضعيف، لأن فيه انقطاع، فيه انقطاع. نعم، ولكن لا بأس بالدعاء العام، لكن لم يصل في المسألة، لم يكن في الموضوع حديث، لكن لا بأس بالدعاء العام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوا فادعوا الله له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه، حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. فيدخل في هذا الإطار، يدخل في هذا الإطار العام، لكن ليس هناك أيها الكرام الفضلاء في الباب حديث لكي يقوم عليه الدليل والتخصيص، حتى يقوم عليه الدليل والتخصيص. وأمور الدعاء هي من أمور العبادات التي لابد فيها من الدليل، فإن لم يكن فيها الدليل فتبقى على الدعاء العام وعلى الأصول العامة، فتبقى على الدعاء العام وعلى الأصول العامة. نعم. أحسن الله إليك شيخ. باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر. الباكورة من الثمر، يعني مقصود الترجمة باكورة الشيء أوله، باكورة الشيء أوله، وأول الثمرة هو أولها، هو أول طلع الثمرة، هذا هو المقصود به. فباكورة، ومنه البكور، هو أول اليوم، أول النهار، ومنه البكور هو أول اليوم وأول النهار. نعم. أحسن الله إليك شيخ. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. وفي رواية لمسلم أيضا: بركة مع بركة.
ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. وفي رواية الترمذي أصغر وليد يراه. وفي رواية لابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بباكورة وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال: اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره. ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان. والحديث الثاني هو حديث ضعيف جدا، هو حديث ضعيف جدا، أما الحديث الأول هو حديث صحيح، والحديث الثاني ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع. الحديث الثاني أعني إذا أتي بباكورة الثمرة وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال: اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره، ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان. وهذا حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف ضعيف جدا. أما الحديث الأول هو الحديث الصحيح الذي ورد في الباب، هو الحديث الصحيح الذي ورد في الباب، ومن هو عند الإمام مسلم فيه، وهو عند الإمام مسلم في صحيحه. ومن لطائف هذا الحديث ومن فوائده، من لطائف هذا الحديث ومن فوائده هو الدعاء عند رؤية الخير والثمار، الدعاء عند رؤية الخير والثمار. وأيضا من فوائده عطفه وبره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنه يجعله إلى أصغر الأولاد ويعطيه لأصغر وليد عنده فيعطيه ذلك الثمر، يدل على لطفه وبره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن فوائده أيضا أن كلمة اللهم هي جمع بين ياء النداء ولفظ الجلالة، وهو الدعاء لم يأتي في السنة يا الله، إنما كله في القرآن والسنة اللهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، إلى آخر ذلك. وأيضا كما جاء في السنة، وهذا هو المعروف من لغة العرب، كما جاء عن عبد المطلب: اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك، إن كنت تاركم قبلتنا فأمر ما بدلك، اللهم فانصرنا اليوم على الصليب آلك. وأيضا من فوائد هذا الدعاء بالبركة، الدعاء بالبركة في الثمار وفي المدينة المقصود بها هنا المعهود في الذهن، أي طيبة مهاجره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا البركة في المكاييل والموازين، فقال: وبارك لنا في صاعنا. والصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والمد هو مقدار ملء الكفين، لا مبسوطتين ولا مقبوضتين. وهذا كله أن الإنسان يجوز له أن يدعو على ماله وأن يدعو على ثماره وأن يدعو على ما وهبه الله عز وجل وأعطاه من الخير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.